يعني الحمد لله، يس بعتبر حالي من رواد الاعمال. يعني الي لان هلا حالي 4 سنين يعني مؤسسين شركتنا، ف يعني بعتبر حالي من رواد الاعمال. واحدة من الاشياء الاساسية في انه الواحد يكون رائد اعمال هي انه هو بيتحكم بالتايم تبعه، بالوقت تبعه، وبقدر يتحكم بطريقة شغله وكيف بقدر هو الانتاج تبعه يكون هو، يعني هو مسؤول عن الانتاج تبعه. ما في عليك، يعني ما في عليك مدير او حدا ضغط. انت كل يوم تيجي الصبح تطلع من بيتك بتكون عارف شو عندك، وعارف شو بدك تخلص اليوم، وعارف شو الانجازات اللي بدك تحققها، مش بس بهذا اليوم، بهذا الشهر وبهاي السنة وبالخطة اللي لكل الشركة. الرضا وقت ما أسسنا الشركة، وقت ما كانت فكرة ولساتها فكرة براس شباب، وقعدنا مع بعض ولقينا الانفسترز، الانجل انفسترز، ودخلوا معنا وأخذنا تسجيل الشركة. أكثر إيش كانت؟ أكثر خيبة أمل كانت وقت ما كنا عمالنا بنحاول إنه نلاقي فنتشر كابيتالست أو بي سي ويدعمنا للجولة الثانية من الانفستمنت بتاعنا، وكنا كثير وقتها متوترين والوضع ما كان زي ما كان بدنا إياه، والفند كان شوية قليل، بس بالأخير الحمد لله إنه توفقنا ولقينا. اوكي، بالنسبه للتضحيات بصراحه كانت بيسكلي كان البيرسونال لايف تقريبا شبه منعدمه بالنسبه لي، في خصوصي الفتره الاولى، يعني لما بلشت اعمل البزنس والبلاننج تاعته وال يعني بروتوتايبس للافكار وكذا، ف يعني البيرسونال لايف كانت شبه معدومه بصراحه. وبرضه من ناحيه ثانيه كانت فيها شويه ريسك، يعني دائما الريسكس بتكون موجوده، خصوصا لما واحد ياسس شركه جديده وبده يدور على فاندنج وبيحتار، يعني دائما بيكون في الفاميلي بريشرز انه ياخذ وظيفه عاديه وما يشتغلش، يعني ياسس شركته لحالها. فكانت في ساكرفايسز من ناحيه يعني الوركينج اورز والفاميلي ريليشنز والبيرسونال ريليشن شيبس. زي ما حكيت لك بالبدايه دائما التمويل كثير صعب، والواحد ببطل قادر يركز على الفكره تبعته بقدر ما بصير بحاول يركز على التمويل وكيف يجيب المصاري وكيف بده يكون هو يدبر مصاري للشركة للمشروع. وكمان هنا personal level، لأنه الواحد بخاطر أنه يترك شغله ويترك مصدر الدخل الرئيسي اللي كان بيجي، مقابل أنه يستثمر في فكرة مش معروف لسه مقدار نجاحها أو مقدار التمويل الكافي. هذه أنا برأيي كانت واحدة من أهم التحديات اللي واجهتنا. التحدي الثاني اللي واجهنا هو انه نجيب الكفاءات اللازمه لتطوير هذا المشروع. اول ما بدينا الفكره كنا من ضمن ندور على كفاءات برا الاردن، نحكي مع ناس في اوروبا، نحكي ناس في امريكا حتى يعملوا لنا هاي الافكار اللي عندنا اياها. والحمد لله بالاخير توفقنا، لقينا ناس مناسبين من الجامعه تاعتنا ومن المعارف تاعونا انه يكونوا بيقدروا يعملوا لنا هاي الافكار وينجزوا هاي المشاريع بالشكل الصحيح. احنا السيرفيسز تاعونا احنا ويكيتر للميدل ايست، امريكا الشماليه واوروبا، فيعني بيسكلي احنا عندنا العابنا بالانجليزي وبالعربي. اسواق امريكا واسواق اوروبا بتشكل تحدي كثير كبير، لان عشان هناك بيكونوا الشركات الكبار المؤسسين لهم 20 30 سنه، عمالنا احنا بندخل بمنافسه معهم. أكترية التركيز تاعنا احنا بالوطن العربي، عشان نعطي الفرد العربي نعطيه شوية من ثقافته، نساعد بتوعيته وبرضه نبسطه بالألعاب. اوكي، هلا من ناحيه المنافس بصراحه في الاندستري تاعنا في منافسه كثير كبيره، ولما نحكي جيمنج احنا كشركه جيمز في الريجن هون لساتنا جداد، وفي من ناحيه المنافسه في منافسه من اول ما بلشنا الشركه لهلا، يعني في عندنا منافسه كثير قويه، من طبعا اوبفيسلي في شركات كثير قويه في العالم كله، بامريكا ويوروب وكذا والصين. فاحنا بنحاول نعمل جيمز لوكالايز للريجن هون عشان نتميز عنهم، لانه من ناحيه انه نتنافس معهم حاليا للاسف شوي يعني الموضوع اكبر منا. فاحنا وتريتدو انه ديفلوب جيمز للريجن هون عشان نقدر ننافسهم نوعا ما، ونحمي الجيمز تاعتنا من انه هم ينافسونا فيها. بصراحه من الشركات الكثير كبيره في العالم اي اي سبورتس،
واحدة من الشركات اللي كثير ناجحة. وفي كمان زينجا، هي واحدة من المودلز اللي احنا كمان عم نتبع الخطة تبعتهم. زينجا المسؤولة عن تطوير ألعاب كثير مشهورة على فيسبوك مثل مافيا وورز وفارمفيل وهذه المشاريع. ما فيش شخص محدد، انا القدوه اللي اي واحد عصامي اللي هو بلش من الصفر وكان عنده فكره وثق بنفسه وثق بالناس اللي حواليه وكان عنده المقدره انه يطورها ويجيب انفستمنت لها ويشتغل عليها ويسهر الليالي عشان يطلعها كمؤسسه ويرفع راسه اولا وراس بلده وعيلته بهذا المشروع. اوكي، انا اسمي صهيب دياب من شركه ويزرد برودكشنز، انا التشيف اوبريشنز اوفيسر وكوفاوندر في الشركه. احنا ويزرد برودكشنز في الجيمنج سيكتور، احنا من اول او احنا اول شركه عربيه ذات ديفلوبس براوزر بيست ملتي بلاير جيمز، تاسسنا سنه 2008. اسمي حسام حمو، مدير تطوير المشاريع في شركه ويزرد برودكشنز. احنا بنشتغل في قطاع الالعاب الالكترونيه على شبكه الانترنت. سنة تأسيس الشركة كانت سنة 2008. عفيف توقان، مدير عام ويزرد برودكشنز، احنا بقطاع الألعاب وتأسسنا سنة 2008.